أنا ابني ما رح أجوزه غير أحسن بنت بالدنيا، بتشبه بنات السلاطين بالمال والعز والجاه والجمال والعيلة وكل شيء. أم غالي لك حرام عليك اللي عم تعمليه بهالشاب، حرام يلي قده صار عندهم ولدين وثلاثة وأربعة كمان، لسه هي عجبتني وهي ما عجبتني، لك اتركيه بقى حلي عنه وخليه يعيش حياته. بصراحة يا أم جبري كل ما بشوف له بنت لابني غالي قول هي البنت منيحة ما بها شي، برجع بشوفها مرة تانية بستكتر ابني عليها. أنا شايفة ابني أحسن واحد بالدنيا، وبصراحة أنا ابني هو وحيدي وهو سندي بالحياة كلها، ومن كتر ما تعبت وتعذبت وضحيت بحياتي مشانه يعني عم شوف ولا واحدة بالدنيا كلها بتستاهله. إيه لا ستي، هذا صار اسمه جنان ومرض كمان. لك شو هالحكي هاد؟ يا أختي كل الناس ولادهم غالين عليهم ومثل عيونهم، بس بيتركون يعيشوا حياتهم. يعني أم جبري أنت شايفة إنه سعدية بنت الشيخ أبو ظاهر مناسبة لابني؟ مناسبة، مناسبة كتير كتير. لك بكفي إنها بنته للشيخ أبو ظاهر، يوه حدا بيصح له يناسب هيك عالم؟ لك روحي خلصي خطبية وخلصينا بقى. يعني أنت هيك شايفة؟ هيك شايفة. إيه توكلنا على الله. يا الله يرضى على اسمك. تعالوا بريدي تعالوا. صباح الخير يا ابو. صباح الخير مرت عمي. لك يا صباح الفل والياسمين، يا احلى شبوبيه بالدنيا كلها، ولك الله لا يحرمني منك يا حق. الله يخلي لي اياك يا مو، بس يعني سعديه صبحت عليكي بس يمكن انت ما سمعتيها. سعديه الله يرضى عليكي، روحي بوسي ايد امي وصبحي عليها. حاضر. لا امي الله يرضى عليك، انا ما بحب هالحركات، بعدين تقبرني انا بس شوفها. لا بعود بشوفه ولا بسمع حدا غيرك. يلا تقبرني، فوت انا جهزت لك كسر السفرة مشان نفطر انا وياك. سعدية الله يرضى عليكي، روحي على المطبخ في كوم جلي ونطفي هيك هالمطبخ شوي بطريقك، وبعدين بس يخلص ابن عمك بتجي بتفطري بعدنا. وافي سعدية يا مو، اليوم صبحيت انا سعدية وبجوز اما تجي تزورها، يعني ما حلو تشوفها عم تنظف المطبخ وعم تجلي الجليات من اول يوم. شو هاد شو ها؟ مو حلوه تشوفها عم تجلي وتنظف المطبخ؟ ولك بكفي اني عطيتهم ابني، ابني اللي ما في بنت بالشام كلها ما بتحلم انه يتجوزها ويكون تاج راسها. يلا تقبرني، يلا فوت لنفطر. مرت عمي اسمحي لي روح شق على امي، سمعت امبارح من الجاره انه مريضه كثير، والله قلبي مثل النار عليها. لا تاكلي همها، ما شاء الله حولها عندها اربعه غيرك. اساسا بلا ما تروحي لعندها وتغببي على قلبها، هي ما صدقت امتى طلبناكي ورحتي من وشها. بعدين حبيبتي إذا بتروحي لعندها هلا بيزيد تعبها وهمها. اسمعي يا بنت، هلا جوزك بتشوفي شو جايب لنا غراض، بتفوتي على المطبخ بتحضريهم مشان تطبخيهم وبلا حكي فاضي. هلا خوفي على أمي صار اسمه حكي فاضي يا مرت عمي. هيك علموكي أهلك؟ يا بنت الشيخ أبو ظاهر، يا مرباية يا مهذبة، إنك تردي بوش مرت عمك؟ شوفي ليش واصل صوتك لباب زقاق؟ تعا شوف مرتك يا ابني، عم قلها روحي اطبخي لجوزك، قال لا هي بدها تروح لبيت أهلها، أما تردي بوش مرت عمها قلة ترباية وقلة تهذيب. شفت؟ شفت شو عم يصير بغيابك يا ابني؟ والله العظيم ما صار هيك يا خلص يا سعدية، بتردي بوشي كمان؟ فوتي انضبي جوا يلا. طولي بالك يا مو طولي بالك، استريحي. حبيبتي سعدية
هاتي عنك، انا بكفي تنظيف ارض الديار. لا ايوه يا عيب، شو عم تحكي مرت عمي؟ انا شو رح اعمل لك؟ هلا ابن عمك على وصول والطبخه صارت جاهزه، فروحي انت زبطي لي حالك. يعني المراه اذا ما كانت معطره ومنظفه ومهفهفه، الرجال بتزوغ عينه لبرا. بقى روحي شوفي حالك بالمرايه وهنسي حالك لبين ما يوصل ابن عمك. لك الله يخلي لي اياكي يا مرت عمي ويديمك فوق راسي، الحمد لله يا ربي انك رضيتي علي. يلا هاتي عنك، روحي بسرعه. يا امو شو عم تساوي؟ انت عم تنطفي الارض؟ وين سعديه؟ مو مشكله لك ابني، سعديه قاعده جوا بغرفتها عم تهندس حالها، لسها عروسه جديده شو عليه؟ لك شو عم تهندس حالها؟ ما تهندس حالها، هي قاعده جوا وانت قاعده تشتغلي برا مشان يوجعك ظهرك. ولك سعديه، ولك يا قليله التربايه والشرف والناموس، قاعده عم تتغندري بغرفتك وتاركه امي عم تشتغل، ايش وجبتيها خدامه عندك؟ الله وكيلك يا ابن عمي، هي قالت لي فوق. ولك اخرسي وليك، والله لا افصل جلدك عن عظمك. ولك خلص يا حاج الموت اشرح فيني حاج، انا بنت الشيخ طاهر عصن وربح، مربي احسن تربايه انا مالي علي الندم. لك بكفي صمم، انا ما عم فيني اتحمل، اقسم بالله العلي العظيم جايب المصحف لاحلف لك انه هي قعدت لي فوتي تغدري، وانا اساسا كنت مخلصه شغل البيت، يعني ما لحقت اعمل شيء. شو يا ابو عم تقول انه بتحلف على القران الكريم لساتك عن كلامك؟ ايه شو علي لك ابني؟ قالوا للحرام حليف، قال لهم اجاني الفرج، هي وحده فاجره وكذابه ممكن تعمل كل شيء. لك انا فاجره؟ لك انا شو عملت لك؟ ليش عم تعملي فيني هيك؟ انت ما بتخافي الله؟ لا خلصنا خلصنا، انت وياها ما عاد بدي اسمع ولا كلمه، قسما بالله العظيم لاحرقكم شوفتي، يلعن ابو العيشه. ابن عمي لك ابني، يا ربي دخيلك، يا ربي دخيلك، يا ربي دخيلك. تقبريني ولا ما بصير عم تعملي بحالك هيك؟ يعني انت من امبارح على لحم بطنك، لا سمح الله بتضعفي وبتمرضي. مرت عمي غالب والله قلبه طيب كثير، بكره بيروق وبيرجع احسن من الاول، بس هو هيك شوي تضايق من المشاكل اللي صارت بيناتنا. انا حتى ما عم يحكي معي، بس يوم يومين بيرجع مثل الأول وأحسن، صدقيني. هلا أنت عم تشبهي علاقتك بابني مثل علاقتي أنا وياه؟ لك أنت طبيعي يزعل منك وما يعود يحاكيكي. اللي ربته وتعبت فيه وتركت كل الدنيا وكل الناس مشان تهتم فيه. معقول؟ معقول يجي من قلبه أربعة أيام لا يسأل عني ولا يحاكيني ولا يحكي معي؟ لك هو ما بيعرف، ما بيعرف شو هو عندي. أنا بموت، والله بموت من دونه، هو حياتي كلها، هو كل شيء عندي، هو حياتي، هو روحي، عم صدق، عم صدق. بس أنا بعرف
هذا كله منك انت. انت اللي ضليتي تمثلي قدامه دور البريئة. حتى صدقك. حتى خليتيني اخسر ابني. انت بتعرفي. بتعرفي يلي بياخد مني ابني. موتي لازم تموتي حتى يمشي على ابني. ارحمي ابني. موتي 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 موتي. رجع لي شو عم تعملي تركيا؟ موتي تركيا يا اخي بعدي عنا. الحمد لله الحمد لله ابن عمي كانت رح تموتني. ولك شو صار لك؟ كنتي رح تقتليها. ليش؟ ليش جوزتيني اذا كان بدك تعملي هيك؟ ليش؟ يا حبيبي لا تصدقني شفته. لا تصدقني شفته. بحبك كثير يا ابني. بحبك. لا تصدقني شفته. لا تصدقني شفته. خلص امي خلص. خلص لا تحكي. كل الحكي ما عاد يفيدك. انا شفت بعيوني شو كنتي عم بتساوي. لا تزعلي. هلا بنروح انا وياك نقعد بغير بيت. امي شوفي يا بنت الناس، أنا أمي صارت عاجزة تماماً. بدها مين يطعميها ويشربها وينظف من تحتها. بدها إيد حنونة. أنا بعرف قديش هي ظلمتك. كانت قاسية معك. مشان هيك القرار عندك. بدك تطلقي حقك وتاخدي حقوقك كلات على دوز بارا. بس إذا بقيتي لازم تعرفي إنه أنا أمي أول شي. رح تلاقيني دايما آكل شارب نايم عندها. لا يا ابن عمي لا يا تاج راسي. امك هي امي وانا والله ما بكرهها. والله اقسم بالله العظيم اني بحبها. واذا قصدك على اللي عملته فيني فالمسامح كريم. أنا ما بحمل حقد بقلبي ولا ضغينة. وإذا كل بني آدم حمل شي جواته كان هالكون ما عمر. كنا كلياتنا محبش. شايف منام قلقني. يو خير ان شاء الله. شفت اختي سمية عروس والعريس هو صهري سعيد والنسوان كلها عم تزلغط بس اختي ما كانت مبسوطة منوب. ايه وشو معناته هالمنام؟ you
اختي شوفي شو صاير. طلقني الله لا يوفقه. ليش طلقي؟ احكي لي. ساويت له قهوه وما عجبته. ليش قلت له ان البنات اللي جايبهم مو زراف؟ قام عصب علي وطلع خلقه وطلقني. يلا بسيطه اهدي، بكره بيروق وبيرجعك ان شاء الله. الله يستر، الله يستر ما يتجوز عليكي. ايش عم تحكي اخي؟ والله شايفه بالمنام يا اختي، شايفه بالمنام فايت على البيت وماسك طرحه وانتي ما كنتي مبسوطه منه. والطرحه بالمنام يعني ضجه؟ جهزي حالك لكل شيء اختي، جهزي حالك. فوتي اختي فوتي فوتي. اهدي تقبريني، اهدي 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 يا روحي. تعي تعي معي، تعي تعي تعي. يا زهرية زهرية أماني فيقي ما دخلني. فيقي أنت وقلي له روحي شوف جوزك. بسم الله بسم الله عليك. شو صار لك؟ كابوس كابوس. شو كنت عم تشوف بمنامك أخي؟ احكي لنا. شفت النار عم تاكل بيت المختار أبو راتب. يا لطيف. وشفت شجرة يابسة بنص أرض ديار، وكريم واخوه بدهم يقطعوها لهي الشجره. اخي شو تفسير هذا المنام؟ يا اهل الحاره يا اهل الحاره، المختار ابو راتب مات، المختار ابو راتب مات. وسمعت لك ان اولاده للمختار راتب وكريم علقانين مشان المختره والورثه. معناته هاد هو تفسير المنام يلي شافه جوزي. شلون يعني؟ يعني جوزي منامه ما بيخيب منه، وقبل ما يموت المختار شاف بمنامه انه المختار رح يموت واولاده رح يتخانقوا على الورثه والمختره. ايوه، ودخلك ما سالتي لجوزك مين يلي رح يستلم المختره من بعده؟ لا والله ما سالته. أيوة. اذا الله ما كذبني راتب هو اللي رح يستلم. الله أعلم. افتحوا لك تيسير. افتح يا واطي افتح. أنا هون لك. شوفي شو شوفي عساس ما بتعرف شو عامل. والله ما بعرف. مو انت اللي علمت اخي انك شفته بالمنام انه هو اللي رح ياخذ المخترة؟ اعوذ بالله. شو عم تحكي انت؟ ايوه لك عن شو هاد المنام يلي قايل له لاخي انه تفسيره انه هو اللي رح ياخذ المخترة مو انا؟ منام مثله مثل كل المنامات يلي شفتها قبل ما يموت ابوك الله يرحمه. بس انا ما رحت لعند اخوك ولا فسرت له اياه. واليوم شفتني شيء انا واهلي؟ لا ما شفته. ايه شفت اليوزباشي حكمت. يوزباشي حكمت؟ شو شفت؟ شفت اثنين من عساكره عم يجرجروه برا الكركون. شو تفسيره الحكي؟ الله أعلم الله أعلم. بدهم يغيروا اليوز باشي. بدهم يغيروه قلتلي. اسمعوا لا، إذا بتشوفني أنا أو حدا من أهليتي قسما بالله دافنك بأرضك، فهمت؟ هذا الحكي اللي عم تحكيه خطير كتير. الله وكيلك يا حضرة اليوزباشي، إني سمعته بإذني هي اللي رح ياكل الدود. كان عم يحكي المنام اللي شافه للزلمة، وكمان كان عم يقول له إنه شو؟ من الآخر هذا الزلمة عم يحفر لك من تحت لتحت، بده يطيرك ويجيب يوزباشي غيرك، بس حاطط المنام حجة. والله يا ربي العرض فيه، جيبوه! إيه والله بيستاهل، بس حضرة اليوزباشي صار ما صار أنا ما دخلني، منشان أهل الحارة ما يفكروني فساد. ما حدا بيعرف بالمنام يلي شفته غير انتو الاثنين. وجارتنا هدى كمان. شو؟ جارتنا هدى؟ ليش تخبروا جارتنا هدى؟ ما كنت بعرف بدها توصل الخبر لبيت المختار وتصير هالعلقة معه. ولك انت شو؟
جرب معنا. خير اخي خير. ما في شيء الا الخير. على الكركون. ولي على عمتي. يبعث الحمى عليك يا اخي. لك ليش اخذوه على الكركون؟ شو بعرفني انا؟ يا ربي على هالمصيبة. امشي قدامي يقطع عمرك. لا عم تتطور على اسيادك يا كلب. لا والله يا سيدي لا. اسمع انا ما حدا بيحط راسه براسي فهمت؟ اعوذ بالله يا سيدي انتوا كبار. لك خرج لك. عم تحفر لي يا حقير؟ عم تحفر لي منشان يشيلوني من الوظيفه يا كلب؟ لك معاش معاش اللي بده. اسمع رامي سيدي. تفضل سيدي. ما خلصوني من بين ايديه، كنت هلا عم تترحمي علي. بعيد الشر عنك تقبرني، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا رب. شو وينه سمية؟ متضايقة شوي، فاتت ترتاح بأوضتها، لأنه بغيابك إجاها خبر إنه جوزها تجوز عليها. لا حول ولا قوة إلا بالله. رح ساوي لك كاسة شاي تروق حالك فيها. يوه، وشو جاب جارتنا هدى وجوزها على مناماتك ابن عمي؟ ايه وانا شو بيعرفني؟ هي منامات انا ما فيني اتحكم فيها. طيب قلي شو شفت؟ شفت جارتنا هدى. شفت جارتنا هدى عم تفضح سر من اسرار جوزها، وجوزها دري بعملتها. قتلته. قتلته؟ قتلته. يا لطيف. هذا اللي شفته اليوم بمنام. وشو تفسير هالمنام ابن عمي؟ ما بعرف. بس الله يجيرنا يا رب، الله يجيرنا. ولو اني زعلانة منك على نقل الحكي والمصيبة يلي صارت من وراكي، بس رح كون احسن منك وحذرك. ومن شو بدك تحذريني؟ لك من المصيبة يلي رح تصير اذا صدق المنام. ولك منام شو؟ جوزي شاف بمنامه انك فضحتي سر كبير من اسرار جوزك، وانك تخانقتي معه وقتلتي. بقى انا لانك بتعزي علي اجيت مشان حذرك، لحق بعدي عن الشر وبالناقص من هالمشكله. خاطرك؟ سمية اختي وينك؟ نعم اخي امرني. روحي ضبي اغراضك وجهزي حالك، جوزك بعد شوي رح يجيب الشيخ مشان يرجعك. ايه بس انا ما بدي ارجع له. شلون اختي؟ انا ما عملت شيء لحتى يطلقني ويجيب لي ضجه. بس يا اختي انا اللي يا اخي انا ما بدي ارجع له. بس اذا انت متضايق من قعدتي عندكم انا هلا بفوت بضبي اغراضي وبروح. الله يسامحك على الحكي اللي عم تحكي. بدك صدر البيت الك والعتبه النا. بس انا لحالي بدك ترجعي له انت. يا اخي مو بدي ارجع له. مثل ما بدك اختي، مثل ما بدك. خير 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 خير، لوين رايحة؟ سياح طلقني. لك؟ طلقك منشان شو؟ مشان ما يتحقق المنام. ما سمعت، منام شو؟ جارنا تيسير شاف في منامه انه انا عم بفضح سر من اسرارك، عم انت خانقتني وانا قتلتك. جارنا هيك شاف بمنامه ولا انت بدك تفضحي سري وتقولي انه انا اللي قتلته ولا ابو صاحب الطاحون؟ لا والله لا والله مو هيك. موتي موتي يا عالم يا عالم انحوري يا عالم.
شبهون جيراننا، ليش علقانين؟ اكيد المنام رح يتحقق وهدى رح تقتل جوزها. ليه؟ ولي على عمتك يا هدى، ولي على عمتك يا هدى. لك شو صار؟ أنا ما لازم نام، أنا ما أتنام، لا أنا ما لازم نام، ما لازم نام، خلاص أنا تعبت تعبت تعبت، أنا ما لازم نام، أنا ما لازم نام. اخ راسه ونقلع من هون. ما رح نقلع. نقلع وراسك. وانا ما رح اسكت عن حقي وحق ابني. نقلع وراسك حيوان. نقلع. نقلع. الله يوفقك يا حقير يا واطي. الله يصلحك ويهديك على هالعملة اللي عملتها. لسه ما شفتي شي يا ابو. والله لا خليه لاخوك يدمه حميمه بس لانه ضربه. انا بورجي له هالواطي، انا بورجي له هالحقير، قال عامل لي رجال. قال لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. ونزل على بيتي وانا برات البيت. انا بالصدفة يا سيدي تذكرت انه في غرض لازم تجيبه من البيت، فتحت باب البيت يا سيدي قام طلع بوشي، تعاركت انا وياه وراح مدحني بالخنجر هون سيدي. معقول؟ جابر ابن اختك هيك عمل؟ لك يا سيدي ولسه اكثر، سرق لي 10 ذهبات الي وسرق كل ذهبات مرتي. فهل بتجيبوا لي جابر بسرعه لعندي؟ عبر سيدي. يا ابني اذا بيكون هو دفنه على العتبه. جابر يا ربي بخيلك ما يكون اخي، يا ربي ما يكون خاله. يا رب. لك هالحكي مو مزبوط سيدي ابنه. شو يعني؟ خالك عم يفتري عليك؟ طبعا عم يفتري علي، بده يشيلني من وشه منشان يسرق ورثة امي. ايوه ويا سيدي انت ما رح تطلع من الحبس ليجي خالك بذات نفسه ويسقط حقه. خذه فحقه. لا 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 لك سيدي ما خذه. عم يفتري عليك قلت لي. الله لا يوفقك. استحي على دمك وبوسي ايد اخوك. ابني ما عمل لك شيء، انت ظلمته، سامحه يا اخي الله يخليك. ابنك راح يضل بالحبس لحتى تتنازلي عن كل الورثه. انا ما عم صدق، ما عم صدق اخي ابن امي وابي خلصني ورثتي. لك مو بس هيك، مو بس رح يضل بالحبس، رح يتحول على القلعة كمان. حسبي الله ونعم الوكيل. شو قلتي؟ طيب أنا رح أتنازل لك عن البيت والأرض والدكانة. يا أخي هدول ما بقدر أتنازل لك عنهم، أنا كيف بدي أعيش؟ ماشي رح كون أحسن منك، بكرة الصبح بتروحي معي لعند كاتب العدل وبتتنازلي هيك. الحمد لله على سلامتك يا مو، الحمد لله على سلامتك، الله يرضى عليك. الله يسلمك يا مو. يا مو روح غير ثيابك لبين ما اعمل لك لقمه اكل. يلا. شلون اصفط حقه عني؟ قولي يا مو. نزلت له عن الورثه. لسه في بتمك حكي يا عمي. عمك ابو هاشم اجى لهون جاب الاغراض تبعك وقال بده اياك تطلق بنته.
ايه يابا طلقها. لا ما حزرت. بدنا نبيع الارض والدكانه وانت بتاخذ حقك وامي بتاخذ حقها. ولا ما بدك تتربى انت؟ لك ما بدك تتربى. لك خال. لك خلاص اخرس ونقلع من هون. ما رح نقلع. نقلع ولاك. وانا ما رح اسكت عن حقي وحق ابني. نقلع ولاك حيوان. نقلع. نقلع. الله يوفقك يا حقير يا واطي يا كلب. ماشي ماشي انا بورجيك. لك شو عم تعمل؟ والله لقلبي بلوي لسه بعمره ما شافها الكلب. لك شو عم تعمل؟ عزيز انا ريع ريع الكركون اشتكي علي. قولي 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 يا ربي دخيلك شو عامل؟ بدك تقتل خالك يا واطي؟ والله العظيم انا ما عملت له شيء. خلص بلعك عم تكذب علي. لا قسما بالله رح تخبي الكركون والحبس لبين ما يجي خالك ويصيد حقه. تحرك يا سيدي. سيدي ابني شو عامل لحتى تبعثوه على الحبس؟ ابنك ضارب خاله سكينه ببطنه. ابني سكينه؟ بس ابني ما بيعملها. ما بيعملها قلتي لي ما؟ والله شكلها تربيتك ما لها نافعه يا خانو. حسبي الله حسبي الله ونعم الوكيل. تقدري تروحي. أبي أنا جاي لعندك يا أبي. إيه يا أبي ما بقي لي شي بيهدني يا أبي. أنا ظلمت حالي ظلمت حالي وظلمت أختي يا أبي. كثير كثير ظلم الله بدي تسامحني بدي تسامحني قبل ما اموت. اخي اخي الله يخليك ابو سيدك ابني اخذوه على الكركون. الله يخليك يا اخي الله يخليك طالع لي يا الله يوفقك ابو سيدك يا اخي ابو سيدك. يلعن ابو المنشاه يلعن ابو المصاري.